الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلعلي بإذن الله عز وجل في هذه الدورة المباركة أشرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أورد المؤلف في أول هذا الكتاب باب فضل العلم، واستدل عليه بقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فإن رفع درجة العلماء لوجود صفة العلم عندهم دليل على فضل هذا العلم، والرفع يكون بإعلاء درجاتهم في الآخرة أو برفع درجتهم بالنسبة للدين أو بجعلهم أكرم من غيرهم، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا يرفع درجاتهم وثوابهم على أعمالهم، فإن أهل العلم يتمكنون من إحسان النية وقصد الله جل وعلا في أعمالهم. واستدل عليه بقوله عز وجل: وقل رب زدني علما، فإنه أرشد إلى أن يطلب من الله جل وعلا زيادة العلم، فهذا دليل على فضل العلم، ولذا طلب الازدياد منه. ودرجة العلماء تأتي بعد درجة الأنبياء، ولذا ورد في الخبر: العلماء ورثة الأنبياء. وجاء في النصوص تفضيل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلماء وفضل العلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإن تعلم القرآن كما يشمل ألفاظه يشمل أحكامه. وورد في السنن: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل؟ أو أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا استدل به المؤلف على باب أو عنون له المؤلف بقوله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر جواب السائل إلى أن قضى حديثه، وهذا فيه دلالة على أن من حدث بحديث لا ينبغي مقاطعته بالسؤال، وإنما ينتظر حتى يكمل حديثه ومن ثم يسأل ولا يقطع كلامه. وقوله في هذا الخبر: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي أنه إذا وكل بالولايات سواء كانت عامة أو خاصة، من ليس مؤهلا لذلك العمل وتلك الأمانة، فإنه حينئذ تضيع الأمانات، وبالتالي
تقوم الساعة، وهذا يدل على أن الجهل سيكون غالبا، وأن أهل الحق على ضعف في أمورهم. وفي هذا استحباب ألا يسأل المتعلم العالم ما دام مشتغلا بحديث أو غيره. وفي هذا الحديث الرفق بالمتعلم، وإن كان قد بدر منه خطأ في سؤاله أو كان عنده جهل، ولذا لم يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل على سؤاله. وفي هذا الحديث تعليم السائل والمتعلم. وفي هذا الحديث أنه يحسن أن يراجع العلماء عند عدم فهم المسائل، ولذا لما قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة سأله بقوله كيف إضاعتها. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. وهذا الحديث عنون له المؤلف بقوله باب من رفع صوته بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته فقال ويل للأعقاب من النار. والمراد بالأعقاب ما يكون في مؤخرة القدم. وفي هذا وجوب غسل الأعقاب وفي الوضوء، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتركها، وفي دلالة على أن من لم يغسل العقب في وضوءه لم يصح ذلك الوضوء. وفي هذا الحديث جواز أن يتفرق أهل الرفقة الواحدة في الأسفار لتحقيق غرض يريدونه. وفي هذا الحديث قوله وقد أرهقتنا الصلاة، يعني قارب وقت الصلاة. وبعضهم يقول بأنهم يعني أنهم أخروها قليلا انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العالم يؤكد على أصحابه إذا رأى عندهم مخالفة لشيء من الأحكام الشرعية، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ترك أعقابهم في الوضوء. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أنه لا يجوز الاقتصار على المسح للأرجل في الوضوء، بل يجب أن يكون هناك غسل للقدمين في أثناء الوضوء، وبالتالي تغسل الأعقاب. وفي هذا الحديث دلالة على أن العبد قد يعاقب بعض بدنه، فإنه لم يجعل الويل إلا للأعقاب لكونها محل ترك الواجب الشرعي. وفي هذا دلالة على وجوب استيعاب غسل الرجلين، وأن المسح غير كاف، وأنه يكتفى بالغسل للقدمين بدون حاجة للمسح. ولذا عنون المؤلف على هذا الحديث في كتاب الطهارة فقال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وفي هذا الحديث وجوب تعميم الأعضاء في الوضوء بالغسل، وأنه لا يجوز ترك أجزاء منها.
وفي هذا الحديث رفع الصوت بالعلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وفيه دلالة على مشروعية تعليم الجاهل وإرشاده. وفي هذا الحديث دلالة على أن العذاب يقع يوم القيامة على الجسد، واستدل بهذا الخبر على جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم على ألا يكون ذلك على سبيل التعلي والترفع على المقابل والمناظر. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تكرار الفائدة والنصيحة للتأكيد عليها وللمبالغة في إيصالها إلى الناس. ولذا قال المؤلف أو عنون المؤلف على هذا الخبر فيما يأتي، فقال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. وفي هذا الحديث أيضا جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها خصوصا إذا كان لذلك ثمرة. وفيه من الفوائد أن الأولى انتظار الإمام بالصلاة ولو تأخر يسيرا ما لم يشق على المأمومين. وفي هذا الحديث إنكار صاحب الولاية على أفراد الناس ما تركوه من العمل بالأحكام الشرعية. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه، في لفظ قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في أشجار البوادي. إذن نعيد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة. أورد المؤلف هذا الخبر في مرات عديدة، في 9 أو 8 مرات في الصحيح، أولها عنونه بقوله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وذلك أنه قال لهم في هذا الخبر قالوا له: حدثنا ما هي، وسألهم فقال: حدثوني ما هي. فهذا فيه دلالة على التعريف بهذا الخبر، وأن التحديث لا بد فيه من النطق. ولذا كانت هذه اللفظة حدثنا يراد بها ما قرأه الشيخ، فإن رواية التلميذ عن شيخه تكون على 4 أنواع. النوع الأول قراءة الشيخ، بحيث يكون المروي عنه الشيخ يتكلم ويخبر بالحديث وتلاميذه يسمعون منه. والنوع الثاني العرض، يعني نوع القراءة على الشيخ، بحيث يقرأ الإنسان والشيخ يسمع فيجيزه. فالنوع الأول يقال فيه حدثنا بالاتفاق، وأما النوع الثاني فوقع فيه اختلاف هل يقال فيه حدثنا أو لا يقال فيه إلا أخبرنا. وظاهر كلام المؤلف أنه يقتصر بلفظة حدثنا على قراءة الشيخ، وأنه لا يقال في القراءة على الشيخ حدثنا، وإنما يقال أخبرنا أو أنبأنا.
قد أخرج المؤلف هذا الحديث أيضا في كتاب البيوع، وأخرجه المؤلف في كتاب العلم في مواطن، وأخرجه في كتاب البيوع في باب بيع الجمار وأكله، وأخرجه أيضا في كتاب الأطعمة، وأخرجه في باب لا يستحيى من الحق في كتاب الأدب، وأخرجه أيضا في التفسير في تفسير سورة إبراهيم أو الرعد. وهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، فمن الفوائد التي تؤخذ من هذا الخبر جواز إطلاق حدثنا في قراءة الشيخ. قال طائفة بأن لفظة حدثنا أيضا تقال في القراءة على الشيخ، وهناك طائفة لم يفرقوا بين لفظ التحديث ولفظ الإخبار، وقالوا لأنه ورد مثل ذلك في آيات القرآن في مثل قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها وقد نبأنا الله من أخباركم، وفي الحديث لا أخبركم بخير دور الأنصار، وقال في هذا الحديث فحدثوني ما هو، وقال ففي هذا الخبر أيضا أنهم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. وهناك مذاهب للعلماء في هذه المسألة، فمنهم من لا يفرق ويجيز إطلاق لفظة حدثنا على جميع المرتبتين، ومنهم من لا يجيز إلا بذكر قيد كما لو قال حدثنا قراءة عليه. وفي هذا الحديث التعليم بواسطة إلقاء المسألة ليكون ذلك سببا في حضور أذهان الطلاب، وفي الحديث ضرب الأمثال عند التعليم، وفي الحديث توقير الأكابر، فإن ابن عمر ترك الحديث في ذلك ومن أجل مراعاة الأكابر. وفي هذا الحديث فضل النخلة وكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرتها، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النخل من أنواع الشجر، وفي هذا الحديث بيان فضل المسلم وعظم نفعه للناس، وفي هذا الحديث الترغيب في نفع الآخرين وتقديم ما يعود عليهم بقضاء حوائجهم، فإنه لما كانت الشجرة شجرة النخل يكون لها من الأثر مثل ذلك، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم. وفي هذا الحديث أيضا جواز الإجابة التي تكون للاختبار والامتحان على سبيل الفرض والتقدير حتى يوصل إلى الجواب الصحيح، ولذا قال فوقع الناس في شجر البوادي. وفي هذا الخبر أيضا أنه ينبغي بالإنسان إذا جهل شيئا أن يسأل عنه، ولذا قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. وفي هذا الحديث أيضا جواز تأخير إلقاء المعلومة لفائدة، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم جواب هذا السؤال لفائدة إحضار أذهان الصحابة. قد عنون المؤلف أيضا على هذا الحديث فقال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، باب طرح الإمام المسألة
على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. كما أن المؤلف أيضا أورد هذا الحديث في باب الفهم في العلم، فإن ابن عمر قد فهم العلم، وفيه دلالة على تميز بعض الناس على بعضهم الآخر فيما يتعلق بفهمهم، وأن الناس ليسوا على مرتبة واحدة. وهكذا أيضا من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الخبر أن هذا الخبر فيه تفاوت الناس في العلم، وأنهم ليسوا على رتبة واحدة. وأيضا من الفوائد التي تتعلق بهذا الخبر ما ذكره المؤلف، حيث أعاد المؤلف هذا الخبر في باب الحياء في العلم. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، أي ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فهذا حديث عظيم أورده المؤلف في باب ما جاء في العلم، في باب من جاء، في باب ما جاء في العلم. وقد اشتمل على فوائد كثيرة، فقوله بين أو في لفظ بينما، أي كان هناك وقت بين الأوقات التي كنا نجلسها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز الجلوس في المسجد، وأنه لا حرج في مثل ذلك، وظاهره أنهم جلسوا للعلم والاستماع. من فوائد هذا الخبر قبول خبر الواحد، فإن قوم ضمام صدقوه ولم يكذبوه، ولما قال أنا رسول من ورائي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مما يدل على أن خبر الواحد الموثوق مقبول. وفي هذا الحديث جواز الاتكاء سواء بحضرة الناس أو بغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا. وفي هذا الحديث أيضا جواز ركوب الجمل وجواز إناخته في المسجد، ولعلهم يريدون بذلك أنه أناخه في رحبة المسجد. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجلس مع الناس مختلطا بهم، وفي هذا الترغيب في التواضع. في الحديث جواز إدخال البعير المسجد وربطه في المسجد، وكما تقدم أن ظاهره أن ربطه كان في الرحبة،
ولذا ورد في بعض الروايات أنه أناخه على باب المسجد وعقله. واستدل بعضهم بهذا الخبر على طهارة روث الإبل، وعلماء لهم قولان مشهوران في هذه المسألة. وفي هذا الخبر أيضا من الفوائد والأحكام ما يتعلق بجواز سؤال الإنسان عن اسم من يقابله وعن حقيقته، ولذا قال: أيكم محمد؟ وفي هذا الحديث جواز النسبة إلى الأجداد، فإنه قال: ابن عبد المطلب، وهو جده. وفي هذا الخبر في من الأخبار أيضا جواز إطلاق اسم النبوة مجردا، يقال محمد، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يصح مثل ذلك، وقالوا إن الله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقالوا بأن هذا الراوي لم يؤمن بعد، فلا زال باقيا على طريقة أهل الجاهلية في جفائهم، ولم يكن يعلم بأحكام مخاطبته وطريقتها. وفي هذا الخبر أن سكوت الإنسان يعد حجة عليه، ولذا لما قال له ابن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، فجعل السكوت عند قول أصحابه جوابا منه عما سألوه عنه. وفي هذا الحديث أيضا طلبوا الإسناد العالي، فإن هذا الرجل لم يقنع بما ينقل إليه حتى ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله مباشرة. وفي هذا الحديث أيضا جواز السؤال بالله جل وعلا، ولذا قال: أسألك بربك ورب من قبلك، أالله أرسلك. واستدل بعضهم بهذا الخبر على أنه يجوز أن يعرف الرجل ببعض صفاته، ولذا قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. وهذا الحديث أنه لا بأس أن يقدم الإنسان لحديثه بمقدمة تمهيدية، ولذا قال هذا الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. في هذا الحديث أيضا من الفوائد سؤال الإنسان عن مسائل العلم ليكون ذلك أدعى لحفظه وفهمه. وفي هذا الحديث أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة الصلوات الخمس، وفي هذا دلالة على أن صلاة الوتر ليست بواجبة كما قال الجمهور خلافا للحنفية. وفي هذا الخبر وجوب صوم شهر رمضان، أنه يجب صيامه جميعا، فيه أنه لا يجب صيام غيره من الأيام ما لم يكن هناك سبب من العبد، كصيام الفدية وصيام الكفارة. وفي هذا الحديث وجوب الزكاة، وأن صاحب الولاية يأخذ الزكاة من الأغنياء. استدل بهذا الحديث على وجوب رد زكاة الأغنياء إلى فقراء البلد الذين يكون فيه هؤلاء الفقراء، ولذا قال: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. في هذا الحديث جواز أن يؤمن الإنسان وأن يدخل في دين الله ولو لم يكن هناك مناظرة أو استدلال عقلي على الله جل وعلا وعلى صحة الرسالة والشرع، ولهذا قال هذا الرجل:
آمنت بما جئت به. وفي هذا الحديث أيضا جواز أن يتم إرسال شخص لتقصي الحقائق والأخبار، ولذا كان ضمام هذا قد أرسل من قبل قومه. وفي هذا في بعض هذا الخبر أنه ما أمسى في ذلك اليوم في حاضرته أحد إلا مسلما. وفي هذا الخبر أيضا من الفوائد جواز التقليد في أصل الإسلام، وأنه يدخل به الإنسان الإسلام. وفي هذا الخبر أيضا نسبة الإنسان إلى قومه، ولذا قال أخو بني سعد بن بكر. وفي هذا إثبات الأخوة النسبية بينه وبين قومه. وفي هذا الحديث أيضا تعريف الإنسان لنفسه بذكر اسمه، ولذا قال وأنا ضمام بن ثعلبة. فتعريف الإنسان لنفسه بذكر اسمه يجعل الناس يعرفونه، ويرفع ما قد يكون في نفوسهم من ريب وشك في حاله وتخوف منه. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.